اليوم غنقدم لكم حلوه فرنسيه تقليديه لو كاتو دو بو. غنبداو اول حاجه قبل ما يكون شي غنكراسيو الساك اللي غنخدمو فيه. انا هنا في بيسي فريزي غنجيبو قرص 23 سنتيم غنكراسيو نحاول نبركو على القلم باش يبان لينا من جهه اخرى. ما نخدموش على الجهه اللي كراسي هنا فيها، غنخدمو على اللور ديال الورقه على قبل المداد ولا على حساب باش رسمتي مسموم. اول حاجه غنبداو غنفصلو الصفر ديال البيض على بيضو وغنخدمو حته وحده. بسم الله نديرو هنا البياض عندنا هنايا الصفر كنرميو عليه 125 غرام ديال السكر سنيده وكنضربوه لمده ديال 20 دقيقه. صافي ملي سال الوقت كما كتشوفوا الصفر ديال البيض ولا هكا ثقيل وغني ولا بحال ينخان غنخليو. ودابا غنخدمو في بياض البيض نسوية ليها بياض البيض غنزيدو عليها شوطة ديال الملح غنضربوهم حتى يطلع تلج وعاد نضيفو 125 غرام ديال السكر كلاصي شوية شوية. وسبعين غرام ديال الطحين فوس مغربل غنوليو نزيدوه شوية بشوية على الصفر ديال البيض وخدمو بمعلقة ديال الخشب من تحت للفوق. ملي كملنا الطحين كتشوفو لي تعجن عجينة شوية قاسحة. دابا غادي نزيدو بياض البيض هو لي غادي يخففها. أول حاجة غنزيدو شوية هنا مبقاش كيبان لي الخط ودهنتها شوية بالزيت باش يبان ليا باش نسهل باش منخرجش على الخط. صافي كما كتشوفوا اللي سالينا غنديرو على الفران على شحال 180 لمده ما بين 9 حتى 15 دقيقه هكاك كتكون واجده وخاصها تكون ذهبيه ذهبيه اللون ديالها وحضروا معها حيطه رقيقه تحط. دابا غنصاوبو الكريمه ديال الشكلاط. غنبداو اول حاجه عندنا هنايا 125 غرام ديال الماء غنزيدو عليها 375 غرام ديال السكر غنديرو فوق العافية. أول حاجة لمدة ديال 5 ديال الدقايق حتى تيغلي ومن بعد غادي نقصو عليه العافية ونخليوه ما بين 10 دقايق حتى 4 ساعة حتى نحصلو على واحد السيرو تقيل. دابا كنزيدو 43 غرام ديال الشكر شوية بشوية كنزيدو 100 غرام ديال الشكلاط دايب كنفضل يكون النسبة ديال الكاكاو فيه عالية. دابا غنوليو نزيدو 250 غرام ديال الزبدة شوية بشوية رطبة.
غنديروها في الثلاجه لمده ديال ساعه عاد نخدمو بها. كنديروا اول حاجه شويه ديال لاكريم في النص ديال باش ما تزيدش عندناش الحبه. بعد كنديروا الشينواز ديالنا، كنديروا شويه ديال لاكريم كما كتشوفوا هي تقاد في بعد ما بردت في الثلاجه. بعد كنديروا الطبقه الثانيه، جنا بلا كريم بحال هكا باش تلصقوا فيها اللوز ايفيلي. نديرو اللوز ايفيلي هكا بجنا، الوجه ديال الكيكه غنديرو ليها السيرو اللي هو مصاوب ب 250 غرام ديال السنيده مع 125 غرام ديال الماء، كنديروهم فوق البوطه بحال قبيله. كنديرو مده ديال 5 دقائق كيعجبني، غير بيد الا ما كيذوب السكر كنقصو العافيه وكنخليوه مده ديال قبيله، خلينا 10 ديال الدقائق. دابا غنخليوه حتى نص ساعه تيولي هكا ذهبي. دابا غادي نقفوه الكاطو ديالنا واجد كما كتشوفوا هنايا الطبقات ديال الحلوه ديالنا مع الكريم هانية مع الكراميل من الفوق. نقدم لكم الصحه والراحه. الى عجبكم الفيديو ديروا جيم، وباش ديما تتابعوا الفيديو ديالي تابوناو في لاشين.